الحارس. كاين الان ضربه ركنيه صالح فريق النادي الرياضي يقول فيها تحميل جديد. نهضه الزمامره الان تسجل هدف التعادل امام اتحاد الخميسات. نهضه الزمامره هدف اتحاد الخميسات هدف. الان ضربه ركنيه صالح فريق النادي الرياضي يقول خطير خطير هدف. ضربة خطأ جانبية صالح فريق النادي الرياضي القنيطري. هل تحميل جديد؟ هل تحميل هدف الأمان؟ الكاك في حاجة إلى هدف الأمان وجماهير الخضراء الآن يعني المدرجات الملعب البلدي تهتز الآن بالجهات الجماهير الخضراء اللي دائما يعني ضربة خطأ تتنفذ. منصب عمري كانت ضربة خطأ جانبية أقول بأنه اعتقد بأنه غادي يمر الكرة لكن ذكاء اللاعب منصب العمري يعني تسدد الكرة مباشرة وتخدع الحارس إلياس الإبراهيمي. إذا العمري يضيف الهدف الثاني للكاك في الدقيقة 37 من الشوط الثاني من مباراة الكاك واتحاد سيدي قاسم. الكاك